كابتن محمود حالك كابتن فريق تخذونا كابتن ديروا بالكم كابتن اه فريق اهلا وسهلا اهلا وسهلا كابتن زياد كابتن مصطفى اهلا وسهلا كابتن علاء اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا يا ولد كاوي
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا عطوه التوجيهات مدير الامن العام اللواء فاضل الحمود انه بالتواصل دائما وتطوير البرامج الاصلاحيه على كافه مستوياتها. تاتي هذه المباراه الاستعراضيه ما بين رابطه قدام اللاعبين ونزلاء مركز الاصلاح في الهاشميه تجسيدا لهذه البرامج، تجسيدا لهذه الرؤيه في يعني تطبيق البرامج الاصلاحيه الشامله سواء التدريبيه والتعليميه او الرياضيه. هاي المباراه زي ما انت شايف يعني قديش بكون النزلاء مبسوطين فيه انه اتصال مع سواء لاعبين على مستوى الداخلي او الخارجي. وايضا احنا الان نعيش اجواء كاس العالم، عدا عن هذه المباراه في عندنا عرض يومي بشكل يومي للنزلاء لنهائيات كأس العالم، وحتى قمنا بالأمس بتجهيز مسرح ووضع شاشة عرض كبيرة للمباراة النهائية اللي هي امبارح واليوم إن شاء الله المباراة النهائية. تمكنوا النزلاء بكل سلاسة من متابعة والبقاء في أجواء كأس العالم، مما يؤثر في بتعرف النزيل يعني بحاجة إلى دائما إلى تواصل سواء على المستوى الداخلي أو المستوى الخارجي بالمجتمع المحيط فيه، وهي إحدى وسائل الاتصال بالمجتمع اللي هي البرامج الرياضية. لا إحنا في عندنا بث لكافة النزلاء الدوري، كل الدوري معظم الدوري المهم في العالم زي الدوري الإسباني الدوري الإيطالي يتم بث كافة المباريات الهامة داخل غرفهم. طبعا إحنا هنا بهذا المركز في البطولات كأس العالم أو الدوري الإيطالي أو الإسباني أو أي بطولات بيبثونا المباريات عن طريق شاشات التلفزيون، أي نشاطات بتكون خارجية بيبثونا داخل التلفزيون، في نشاطات داخل المراكز من أجلها لأجنحة عطوفة المدير، في برامج خلال السنة ترفيهية يعني للنزيل حضار المباريات، في مكتبة اطلاع على الكتب، دورات دينية، دورات حاسوب، دورات كمبيوتر، في نشاطات متعدية. وبالنسبة لكأس العالم عطوفة المدير مجهز لنا صالة مسرح مع شاشات عرض، اللي امبارح كان في يعني شاشة عرض نحضر مباراة نهائيات كأس العالم، واليوم في كمان مباراة وفي النهائية يوم الأحد راح يحضرونا على شاشات عرض كبيرة. والإدارة السجن مش مقصرين يعني من ناحية النزلة انه ممارسين كل نشاطاتنا. وبالنسبة لكأس العالم يعني فوز وخسارة، انا كنت اشجع الأرجنتين، خسر الأرجنتين لأني انا بحب من يعني فريق برشلونة مشجعين ميسي، خرج ميسي وهي الفوز. فاحنا بنتمنى هسه لكرواتيا يعني مع النهائي مع كرواتيا، وهذا هو برنامجنا يعني داخل السجن. وشكرا لحضوركم انتم، يعني جيتكم نفست علينا شويه، يعني حضرنا اجتمعنا يعني مع فريق ثاني فريق النادي الزرقاء، شفنا الاعلاميين شفنا الاداره السجن، فبشكركم على كل الموجودين الله يخليك. هذه احدى المبادرات اللي بتقوم فيها مديريه الامن العام، مباريات مستمره طول السنه، ولكن المهم جدا في مباراه المونديال بتحقق اهداف كثيره جدا، بحيث انه كل نزلاء مراكز طاوله التاهيل في كل المراكز بيستطيعوا يشاهدوا المباراه. وكمان الحمد لله بفضل الله خلال السنه في مباراه تصفيه خلال السنه مع كل مركز متفوق بيرسل فريق الى مركز اخر وبصير في تصفيه بين المراكز. واحنا كجمعيه الوطنيه لرعايه نزلاء مراكز الاصلاح والتاهيل ندعم الانشطه الرياضيه بكل ما اوتينا من قوه، من ملاعب، من كرات، من مستلزمات ملابس، غيارات، ابوات لاخواننا النزلاء، ونشجعهم دائما على انه يمارسوا الرياضيه بروح رياضيه عاليه، بحيث انه ظل هي الرياضه الجسم السليم في الجسم السليم. فاحنا بنتمنى دائما يعني الاذاعات والرياضه يشجعوها، خاصة وزارة الشباب تدعم برضو البرامج الرياضية في مراكز الإصلاح والتأهيل، لأنه لها دور كبير في تربية تهذيب النفس لدى النزلاء. هي كل مراكز الإصلاح والتأهيل في كل مراكز، اللي قبل سنتين كان في سواقة، واللي قبلها بسنة أو سنتين كان في أم اللولو. فالحمد لله كل سنة نعم كل 17 مركز بلاحظوا المراكز الآن بيشاهدوا، وبفرهم شاشات كبيرة وفي قاعات كبيرة كمان بيشاهدوا. إذا أنتم كمان بترغبوا اليوم تشاهدوا في قاعة ضخمة كبيرة شاشات للي بيحب يحضر
المباريات، في كل غرفة برضو في مباريات تشاهد المباريات. الزرقاء كما تعلم سيدي بتحرص إدارة مراكز إصلاح وتأهيل ومركز إصلاح وتأهيل الزرقاء على تفعيل العملية الإصلاحية وتوفير كل سبل الرعاية لنزلاء المركز، منها سيدي الرعاية للنشاطات الرياضية اللي سيدي دائما أنت بتعرف بتلاقي اهتمام كبير من نزلاء المركز، كونه احنا سيدي في مناسبة كأس العالم، مباريات كأس العالم، لما تعرف احنا بداخل المركز بنوفرهم شاشات لحضور حضور مباريات كأس العالم، بالإضافة سيدي في عنا شاشة عرض، تم استحداث شاشة عرض كاملة حيث احنا نجمع مجموعة كبيرة من النزلاء ونحضر معهم كمرتبات المركز ومرتبات مرتبات السجن ان نحضر معهم المباراة. كل إدارة المركز نشكر كل الإخوان اللي شاركونا هذه الأمسية الرائعة اللي إن شاء الله بتنعكس على النزلات يعني على نفسية اللاعبين، وإحنا الهدف الأول والأخير يعني تنفيذا للرؤية الملكية السامية يعني في مجال حقوق الإنسان توجيهات مديرية الأمن العام، نسعى دائما أن نكون رياديين في هذا المجال في كل البرامج سواء الرياضية أو التدريبية أو التعليمية، وإحنا نشكر مرة أخرى كل اللي ساهموا معنا في هذه الليلة على الأمسية الرائعة اللي رسمت البسمة على وجوه النزلاء وجوه كل إدارة مركز فريق الفائز يستحق التحية يا اخوان. Let's go!
Good job.